كلمة لله فيها رضا ولا فيها صلاح إن شاء الله. أحب علمائكم حاول تكون لصاحب الزمان فعلاً كانت تدعي في دعاء الأهل. من تقول أنه تبي تكتب من الذين يسارعون في قضاء حوائجهم اللي يبادر ويسارع في قضاء حوائجهم، يعني الحجة عنده حوائج. هنيان اللي على طول يقول يا صاحب الزمان أنا الفزاع أبي أكون أول واحد يقضي حاجة. شنو حاجة صاحب الزمان غير الآه على الحسين وفاته؟ أشوف بعض الشباب ينزل براسه قلبه محترف بس مستحي يرفع صوته. يقولك محرم محرم فرصتك مع فاطمة، نعدل النية يا شباب، نضبط النية من الحين، ناخذ 1000 نية. أول نية أن من يبكي على الحسين يسعد فاطمة، ثاني نية نصرة المظلوم إن كان لم يجبك بدني حين استغاثتك فقد أجابك سمعي وبصري. شنو تبي يا الله عبد الله؟ وجودي. فإذا تقدم نفسك وروحك للحسين بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي فما أملك يا أبا عبد الله. شنو قيمة الصرخة إذا تقولوا يا حسين؟ شنو قيمة الآه من أقول لك شمر لو أقول لك زينب لو أقول لك شنو قيمة الآه اللي ما نخليها رخيصة؟ نية ثانية لا تريد أن تكون ممن يدعو له الإمام جعفر بن محمد. وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، سجل اسمك، سجل اسمك. فالحين أصلي على فاطمة وتحضر فاطمة المجلس، لا تخجل تقول آه بروحك وياي الكل. اللهم صل على فاطمة وأبيها ومالها من المجلس يضج ويجيج بعد عندك الموضوع. ترى انت مسؤول عن المجلس شباب. المول اللي يسولف يوم المجلس يقول سيد حجر الحلي يرى السيدة الزهراء في المنام. السيدة الزهراء حاضر ان شاء الله. السيدة الزهراء تقول له ناعية انت اللي تبكي لازم تبكي لنسلك كل شيء. انا يا طفل الطفل لازم تهيج على Oh,
ودم يغاضها بعد رسايا تنسى الكرى عينيك جفونها حبطنا بمن تنعاه ولا تلاقيا حمد الله هذه الأبيات نهديها إلى نعزرة حمد الله وصل عاشور حمد الله وصل عاشور وامتد العمر بيا ورد البس ثياب السود واخدم بالغسيلية الحمد لله روح الماء تمك يا حسين ورد البس يا بسوس وزيد على السواد سوس والقم لو قرادون ومن كم من خدم اسمي سجل التعزان ولو اجا ممول ابوها
والعذاب دمعات تدير أبكي كل ليل على ظاني دمع من عين البصيرة. صبري شيل ما وحبيبي صبري شيل ما وحبيبي جسم الأموات حصيني سيدي المهدي شي صار وعمتها راحت أسير أهل الغيرة بيت وتلبس سوالك أرفعي الراية يمين واذكري على الشاطئ راية فيها جاف مقطوع باقي ثاني جاف كات الراية. شو يقول مفاضل؟ خلي تعذرني العطاشة هذا جودة بلد دمايا وبسهم عينه يعاين عالمشاو بيه الصبايا عالمشاو بيه الصبايا هالليل ناوي قلبها سوادي وللدنيا كلها علي الحداد. انا والله مو قادر يا شباب شويه انت ساعد شويه حرك قلبك يلا شباب هالليل نهاوي قلبها سوادي وللدنيا كلها أعلم حدادي واجب علي وهذا اعتقاد بالمجلس ابجي واصرخ وانادي وانت تلبس السواد تقول لصاحبك يا زينب يا رقية عظم الله لكم الأجر أبشي ونادي هاي الزجينة مولانا تحضري هاي المسيا قرب شهر العزية شهر المناحة وعظام رزية يوم يا زهرة يا سيدي عهد كل عمري لخدمك لاخر نفس أظل خادم في معتبك باقي في هالبكاء اترك العزاء والموعد اللقاء عمري ظهر
وسط العزاء يوم المنية هذا عهد لأم الزكية وسط العزاء يوم المنية هذا عهد لأم الزكية واسمي ظل عبد الرقية. قولوا ارفع صوتك يا سيد الكل يقول سجل اسمك الهي